لو الحكاية فيها إن فيجو. هل صناعة السيارات محتاجة لبعض التشريعات لمساعدتها أو للمهوب بها الفترة القادمة؟ هي أي صناعة محتاجة لتشريعات متوالية وتواكب حداثة السوق وحداثة الأنشطة الجديدة اللي بتدخل عليها، وصناعة السيارات بالذات بتحتاج تشريعات لتيسير التمويل للمشروعات المغذية لصناعة السيارات لجذب عملاء ذات ماركات عالية، وفي نفس الوقت محتاجة تشريعات لتيسير على المستهلك في اقتناء سيارة، إن هو ده أصل اللي بيحرك وراه كل المصانع بتاعت العربيات، سحب المستهلك هو اللي بينشط مصانع السيارات، فمحتاجة تشريعات للتيسير على المصانع وعلى الصناعات المغذية وعلى المستهلك كمان. يعني يكون حتى لو فيها نسبة مخاطرة شوية، المفروض الحكومة تشجع البنوك إن هي تتقدم وترفع سقف المخاطر شوية بالنسبة لها، وهتلاقيها مع اتساع القاعدة العريضة اللي هتسحب عربيات وتمويلها هتعوض نسبة المخاطر اللي هي بتخشى فيها. شكرا جدا يا فندم.